تاني سميح ساويرس كذاب، هو استثمر في 2023 وهيستثمر في 2023 في مصر، وهيستثمر في 2024، وهيستثمر في 2025. شركات اوراسكوم جايه نيويورك وجايه كاليفورنيا ورايحه كندا عشان تسوق لشركاتها لمشاريعها الجديده في الجونه وبعض المدن السياحيه في مصر، ومعاد الاستلام كمان سنتين وثلاثه واربعه. في مشاريع مستقبليه لسميح ساويرس ونجيب ساويرس والشركات بتاعتهم في مصر. هو طلع قال الكلمتين دول ليه؟ جايز مثلا لما يقول كده في حد في السعوديه مثلا هيقول له خلاص طال عمرك مش هتخليك تدفع ضرائب، حاجه كده يعني. بس مش اكتر. فمحدش يصدق الحركات اللي بتحصل دي، هو عايز بس مزايا اكتر. شفنا النهارده الرئيس السيسي واللجنه الاستثماريه خدوا قرارات استثماريه 10 على 10، هتغير الدنيا في مصر اكتر واكتر. وشفنا الايام اللي فاتت شركات اجنبيه واوروبيه هتستثمر في مصر، وشفنا قرارات اقتصاديه ان مصر هتصدر الطاقه لاوروبا عن طريق ايطاليا. فمصر بخير. ولما حد كده يكون عايز يضرب اسفين كده بين الشعب وبين الدولة هو الخسران في الآخر. متصدقوش أي حاجة. سلام.